بسم الله، ازيكم جميعا؟ من ايه طلاب طبعا الصف الاول اعدادي، جينا الدفعه اللي كل شويه المنهج بتاعها بيتغير. اهلا بيكم. ناخد درس عن حاجه اسمها اجريت هوليدي او اجريت سمر، اجازه سعيده او اجازه جميله. الموضوع ده بيتكلم على اول قصه او اول درس بيتكلم على الاجازه وكيفيه قضاء الاجازات. تمام كده، تعال بقى نشوف بيتكلم عن ايه او الكلمات بتاعتهم بتتكلم عن ايه. اولا كلمه فيكيشن معناها عطله او اجازه. بعد كده عندنا كلمه جراند بيرنس الاجداد، تاني فيكيشن عطله او اجازه، تورنمنت بطوله او دوري، معلش طبعا اتلخبطت في كلمه. تمام كده، ورك شوب ورشه عمل، كوتش معناها مدرب رياضي، فولونتير متطوع، فورم بوست معناها ان هو منشوف في المنتدى. اوكي، ريسايكلينج سنتر مركز اعاده تدوير، ام بي تي فاضي او فارغ. الاي اي الذكاء الاصطناعي اللي هو ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي ده اختصار بتاعها الاي اي. ايماجين تخيل، تالنتد موهوب، تايرنج متعب، كوميونتي جاردن حديقة مجتمعية، رابر طبعا ال W فيها سايلنت معناها غلاف، اكتيفيتي نشاط، بوسترز مزقات، بيرنس الوالدين، جراند بيرنس الاجداد، سوفت وير برامج حاسوب، سكور يحرز، نرفز عصبي، سيف امن، كيك ياكل او يشوت، ادلت راشد او بالغ، لوكال محلي. جولز اهداف، منشن يعني يذكر او يشير الى، بلوك بوست منشور مدونة، جوين ينضم، نيبر او نيبرز جران طبعا الجي اتش فيها سايلنت، فوتبول كلاب نادي كرة القدم، اكسايتد متحمس، فيمس مشهور، اريا منطقة. نوتس يلاحظ، كانز علب من المعدن، ميتنج اجتماع، ممبر عضو فريق، يانج بيبل الشباب الصغيرة، سولف يحل، بروجكت مشروع، ليدر قائد، كوليكت يجمع. ليدر كمامة، بوستيف ايجابي، سبرايز مندهش، ريبيت بيكرر الشيء، الفابت حروف ابجدية، سبيشالي خصوصا، شيك يفحص او يختبر، شوكليت بار قالب شوكولاتة نيو جديد. الافعال تيتش يعلم، توت علم، توت علم برضه في الماضي، سي سيت سيد يقول قال، وين وان وان يفوز فاز، سيت 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 تغرب الشمس، اندرستاند اندرستود يفهم فهمه، جو جو جون ينمو او يزرع وزرع في الماضي، ليف ليفت ليفت يغادر غادر، ريد 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 يقرأ قرأ، رايت روت ريتن معناها يكتب كتبه. تمام كده، دي طبعا اهم التعبيرات، important exhibitions and prepositions. تعال نقرأهم كده مع بعضينا. رايت ستوريز يؤلف قصص، فور وايل لبعض الوقت، ترايد ماي بيست بذل قصارى جهدي، جوين ذا تيم ينضم للفريق، تيك بارت ان يشارك فيه، هيلب اوت يقدم مساعده، كوليكت ليتر يجمع الكمامه، جيف ا هيلبنج هاند يمد يد المعاونه، ميك شور يتاكد، ليرن سمثينج نيو يتعلم شيء جديد، ريلي فن ممتع للغايه، ان اميزنج اند نهايه رائعه، كلين اب ينظف، ات فيرست في البدايه، ديزايد تو يقرر ان، فور ذا نيكست 6 ويكس لمده 6 اسابيع مقبله، ات ذا اند اوف في نهايه، ويت فور ينتظر شخص، بيك اب ليتر فروم يجمع قائمه من، ات نايت ليلا، جيف اب يقلع عن او يستسلم، اوفر ذا فيكيشن اثناء او خلال الاجازه، بارت اوف جزء من. تعال نقرا الريدنج بتاعنا. هاي ايام عمر، this summer was good. I played football every day. At first I played with some of my neighbors in the street. اسم عمر، وهذا الصيف كان رائع. انا لعبت كرة قدم او في كل يوم تقريبا، ولعبت مع بعض جيراني في الشارع. Our street is quiet and very safe. شارعنا هادئ كده وامن. We had a lot of fun and we like it to imagine that we were famous football player. وتخيلنا نفسنا كأننا لعيبة مشهورين. Then
A new boy joined it. ولد انضم. He told me about a football club in our area. بلغني على في نادي في المنطقة بتاعتنا. أو قال لي يعني. One afternoon I decided to go to the club. There were lots of boys playing in two teams. And I watched them for a while. قررت أنا أروح النادي في يوم من الأيام ولقيت فريقين كده قاعد بيلعبوا فيهم كتير وقفت أتفرج كده شوية. Then the coach saw me and asked if I played football too. وسألني أنا ألعب تاني أجي أخش ألعب معاهم يعني. Do you want to try playing with them or with the team? He asked. سألني قال لو أنت حابب تنضم وتلعب معاهم. Of course I did. The coach watched me kick the ball and said I was talented. شافني بشوط الكرة وقال أنت موهوب. A talented football player. He asked me to join the team وتبلغني أو طلب مني أنضم للفريق بتاعه. For the next 6 weeks I played with my neighbors in the morning and then with the team at the football club in the afternoon. يعني بقى على 6 أسابيع أنا لعبت مع جيراني في الصباح وكمان مع التيم بتاعي في نادي في يعني ده في الصباح بيلعب مع جيرانه وبعد الظهر كده بيلعب مع النادي بتاعه أو الفريق بتاع النادي بتاعه. It was very tiring but really fun. الموضوع كان متعب جدا لكن كان كويس يعني ممتع. At the end of the summer we took part in a tournament. I was nervous about it. في نهاية الصيف انضمينا أو يعني شاركنا في بطولة أو دوري. كنت متوتر جدا عن ذلك but excited متحمس. I tried my best and scored 3 goals. يعني بذلت قصارى جهدي وسجلت 3 جوان. Our team won the tournament. It was an amazing end to the summer. الفريق بتاعنا كسب البطولة دي كانت حاجة أو أجازة كانت نهايتها سعيدة. نخش بعد كده نحل. رقم 1 choose the correct answer from A, B, C or D. Can you not how life in space is? Imagine. تخيل الحياة في المستقبل. Number 2 the not trained the football team. واحد بيدرب الفريق أو coach. Number 3 he is not basketball player talented. هو لا موهوب. Number 4 we have a lot of free time for activities on our vacation. بنعمل عندنا في وقت فاضي كده في vacation عشان نعمل activities أنشطة. I use a colorful not to wrap. بقى لك كاب ألف حاجة بقى خلاص يبقى رابر اللي إجابة رقم B اللي هو معناها غلاف. How many goals كان عدد الأجوان did عمر not in the tournament score. كان عدد الأجوان اللي هو سجلهم. 7 I had to not my writing to make sure that there were no mistakes. Check. لازم أفحص كتابتي عشان أتأكد إن مفيش أخطاء. Asa noticed problems and made changes to نقص them solve them. ايه سلاحظ بعد الاخطاء وبعد المشاكل عاوز ان هي ايه تحلهم. 9 the doctor's job is شغلات او وظيفه الدكتور دي بتكون ايه tiring متعبه. عندنا بعد كده نمبر 10 you should use a strong password to stay safe online. سلام باسورد جديد عشان تبقى ايه امن على النت. 11 who is the funniest not in your family. My younger brother. بيقول له مين هو اكتر عدو في عيلتك مضحك. قال له اخويا الصغير. Member 12 my favorite not on the vacation is to volunteer as a community garden activity. اكتر نشاط ليا كان في الاجازة ان هو عمل تطوع في حديقة نباتية او حديقة مجتمعية. We should say not things. لازم نقول حاجة ايه positive things اشياء جميلة او إيجابية. 14 don't give up لا تستسلم. We are happy to not part in this interesting school project. Take part in نشارك. نكون فرحانين جدا أو إحنا فرحانين جدا أن شاركنا في هذا المشروع الشيق بتاع المدرسة أو هذا المشروع مثلا الشيق. أحمد didn't drink coffee. أحمد ما بيشربش قهوة. He drinks juice بيشرب عصير إيه instead بدل منه. نخش بعد كده بنقول الأزمنة اللي عندنا. هو زمن مهم جدا وسهل جدا هو زمن الباست سيمبل.
الباص سمي مش قام اخده خدته كتير جدا لدرجه ان طالب كان بيقول لي مستر انا زهقنا منه. عنده حق. باص سمي التنس يوزج الاستخدام وين اي توك اباوت سم ثينجز ذات هابن ان ذا باص اند فينيشد، لما كان عن شيء حدث في الماضي وانتهى. تمام. طيب التكوين بتاعه عندي افعال منتظمه ريجولار فيربز من ديفلات دي والاي دي والاي دي عشان نجيب منها الماضي، زي مثلا على سبيل المثال فعل انفايت يدعو انفايت الدعاء سي استي يبقى استيت بقى كاري يحمل كاري حمله ستوب يتوقف ستوب يتوقف. بس مش كل الافعال كده يا استاذنا، في افعال غير منتظمه زي فعل القط يقطع قط برضه نفس الموضوع اضع ايت ياكل ايت اكل بوت يضع بوت وضع درينك يشرب درينك شرب باي يشتري بوت اشترى جو يذهب وانت ذهب از ووز يكون كان الار وير كان يكون كانوا الهاف والهاز هاد، افعال كتير جدا غير منتظمه وحضرتك كنت حافظها قبل كده. على سبيل المثال فور اكزامبل وي بوت ا نيو كار لاست مانث، احنا اشترينا عربيه جديده الشهر الايه اللي فات. خد بالك من الحاجه اللي عندنا في فيرب تو بي اللي هو الايز بتحول لووز والار بتحول لوير. تمام كده. عندي بقى كده السؤال بسال عليه بكلمه ديد، وديد بيجي بقى في المصدر بدون اي اضافه حتى لو جمله ماضي. فعلى سبيل المثال ديد يو تيك بارت ان ا تورنمنت لاست ويك، رغم ان هو بيقول لك ان هو هل انت شاركت في الدوري الاسبوع اللي فات الا ان ما ضفتش الاي دي لفعل او ما جبتش الماضي من فعل تيك ما عملتهاش توك لان ديد بيجي بقى في المصدر. ايه بقى اهم الكلمات ده اللي عندنا؟ هي كلمه اسمها يسر دي معناها امبارح، وكلمه اسمها لاست اللي هو معناها السابق اللي هو last year last month last week last year وهكذا، وعندي كلمة ago معناها منذ اهي تحت اهي، وعندي كلمة in وممكن يجي لك زمن في الماضي زي 2000 مثلا 2002. نخش بعد كده نحل على طول. نمبر 1 اليسا نو از ذا ليدر اوف ا جروب ذات جوت بيجر اوفر ذا سمر، يبقى اليسا ووز كانت. بعد كده نخش نمبر 2 what not you do last summer، يبقى طبعا عندي كلمه last ايه في الماضي يبقى did. نمبر 3 two months ago منذ شهرين، did you get في الماضي يبقى do. 5 my dad made toys and I helped him، عشان جاب لك made في الماضي. the coach said I الكوتش قال انا ايه I was talented كنت موهوب، بقى جاب لك said في الماضي. Who knows this delicious apple pie last night I liked it يبقى made، بقى جاب لك كلمة last يبقى نجيب الماضي made. All the street كل الشوارع نقط بيزي كانت مشغولة وير بيزي يا صديق الكلمة تطلع على الماضي. He not to the club but he didn't play football، هو راح النادي ولكن لم يلعب كرة قدم went ذهب. 10 she not win the game so she trained hard، يبقى she wasn't هي ما كسبتش لا she didn't، انا اسف الاجابه ايه دي غلط she didn't won ما كسبتش. نخش بقى في السؤال اللي بعديه last summer الصيف اللي فات was good كان رائع I know يبقى I played خلاص بيجي لك last يبقى في الماضي نجيب لك اي دي. نمبر 2 what did you طبعا did بيجي لك في الماضي تبقى learn learn شيل ال ING منها. نمبر 3 I not my grandma in her garden last Friday، يبقى جاب لك كلمة last يبقى ماضي يبقى helped فال ED. نمبر 4 I didn't طبعا دي بيجي لك فيها في الماضي تبقى won't، انا غير ما اكمل الجملة الجمع بيبقى سهل جدا. نمبر 5 there no at b b دي بتفكر في الماضي لوز وي لو فيرب تو بي يعني لوز وي عشان كلمه بلس في الاخر هو ماضي، يبقى there no at 12 يبقى وير. نمبر 6 I know two goals in the last month last in the ماضي يبقى سكورد ان فلال اي دي او فلال اي في الاخر ان فلال بس الدي. 7 not you like volunteering قال لك yes I did يبقى did، انا جابها بكلمه did. When did you طبعا did بيجي لك في الماضي تبقى join. number 9 they not give up they didn't give up
لم يستسلموا، عشان بنفي الماضي didn't. حد يقول له مستر 10 ليه ماضي؟ عشان بيقول لك هناك زي 1 هما كسبوا. نمبر 10 نوت زي اوريدي، خد بالك ان اوريدي دي صفه مش فعل، وبالتالي حط فيرب تو بي اللي هو الووز والوير هتبقى وير. خد بالك دي جمله كده ايه خبيثه شويه. طبعا هنا مش هقل السؤال رتب، انت عندك شرطه بس. نخش بعد كده في السؤال او في اكسرسايز اون ليسن 1 و 2 عشان بقى خلصنا من ليسن 1 و 2 بالكامل. نمبر 1 اشرف عند وليد اتونج اباوت ذا سمر فيكيشن، بيتكلموا عن اجازه الصيف بتاعته. رقم واحد اجازه، فبيقول له هاو ووز يو سمر فيكيشن، كيف كانت اجازتك؟ اقول له ات ووز او ات ووز، انها كانت جود جيده او جريت عظيمه. نمبر 2 وطبعا قال لك هنا جريت، بقول له جريت. نمبر 2 قال له اي توك بارت ان ا بروجكت، انا شاركت في مشروع. اقول له وات ديد يو دو، عملت ايه؟ قال لك شاركت في مشروع. فساله سؤال ات ووز اباوت رايتنج ستوريز يوزنج اي اي، كانت عن كتابه قصص باستخدام الاي اي الذكاء الاصطناعي. يبقى ماذا كانت عن؟ يبقى اقول له وات وكم من تحت، حط بقى ووز ات اباوت. يبقى كملت من تحت زي ما علمتك، واول حاجه ابدا بيها الايه الفعل المساعد اللي هو الووز، وحطها كده ات، حط كلمه اباوت. لما فوق اجابه فوق السؤال بيقول لك كان الاي اي رايت ا جود ستوريز، اقول له يس، جاوب يس نو طبعا، يس شور. فساله سؤال قال له جريت دو يو هاف تو تشيك ذا ستوريز، ممكن انت تفحص الستوريز؟ قال له يس شور. Sometimes there are a few mistakes. المهم رقم 2 هنترجم الكلام دي الاول، didn't يعني لا، story يعني قصه، where كانوا، project مشروع، مين يعني وجبه. ما ينفعش اقل السؤال ده لما ترجم الكلام دي الاول. نمبر 1 I took part in A، انا شاركت في ايه؟ اكيد شارك طبعا في الايه؟ في project مشروع. نمبر 2 before I started I not know، قبل ما ابدا ما كنتش اعرف، I didn't know. نمبر 3 بمشي قبل النقطه كلمه او اتنين. Most of the stories معظم الكيسز I read اللي انا قراتها were fine، كانوا كويسين. نمبر 4 there was one، كان هناك ايه بقى؟ was one story قصه واحده. خش بعد كده في السؤال choose the correct answer from A B or D. نمبر 1 who knows the winning goal يا صديق، يبقى اجيب لك كلمه يا صديق يبقى سكورد اللي هو في الاي دي سجل. نمبر 2 هي نوت رايتنج ستوريز او بيكتب القصص وين هي ووز 12، انما كان عنده 12 سنه يبقى هي ستارتد وبدا. نمبر 3 علي از اور، علي بيكون اور ايه نوت، هي ليفز ان هاوس نمبر 9 ان اور ستيت، ساكن في بيت رقم 9 في نفس الشارع نيبور جار. نمبر 4 وي بيكت اب ذا، احنا بنشيل حاجه اكيد طبعا الليتر القمامه. 5 I feel not when I have mass test I feel nervous، بشعر بالتوتر لما يكون امتحان الرياضه. نمبر 6 students should do useful not in their free time، يبقى activities لازم يعملوا انشطه مميزه كده او مفيده في الوقت الفراغ بتاعهم. It is not to cut the watermelon without a knife. It is not possible، انه ليس من الممكن انك تقطع انك تفتح البطيخه مديهم سكينه يعني. Can you not your younger brother how to read English؟ Can you teach؟ يعني ممكن تعلم اخوك ان هو يقرا انجليزي. 9 He not go to the beach last summer. He didn't go، لم يذهب. 10 8 teams joined the sports، اكيد طبعا تورنمنت العشر فرق انضموا الى الدوري. نخش بعد كده في السؤال اللي بعديه. نمبر 1 did you notice that they، طبعا دي في الماضي فنحط مكان كلمه ايه ال is was. نمبر 2 we know the news yesterday، yesterday يبقى ده ماضي والماضي بننفيه بكلمه اسمها didn't، تبقى didn't watch. نمبر 4 when not you get this morning، برضه did. كتبت فين؟ تبقى كده اهو. الجس الاخر موبايل مش عاوز يكتب. المهم هتبقى ديد. نمبر 4
A lot of people, كثير من الناس, نوعك come to help clean up the beach last week. بنجيب كلمة last بنخليها الماء من فعل come إيه؟ came. طب هنا بقى عن our summer vacation activities. طبعا هديتهولكم في الحصص, ولكن هعمل فيديو خاص لموضوع الباراجراف عشان تعرف تحله, عشان الناس برضه اللي ايه ما حضرتش في اول الحصص. بالتوفيق يا شباب, وكده انتهينا من اول حصه من ليسن 1 و 2. ان شاء الله اشوفك الحصه الجايه.